أهلا بكم إلى هذه النشرة، ونستهلها بتطورات الأزمة الخليجية، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قولهم إن حادثة اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى كانت من تدبير الإمارات العربية المتحدة، وكانت تحقيقات أولية أجرتها دولة قطر بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد خلصت إلى أن دولا من المنطقة قد اخترقت مواقع قطرية وبثت عليها أخبارا مفبركة. اختراق ثم خطاب مزور والإمارات هي الفاعل، يقول مسؤولنا في الاستخبارات الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست تنقل عنهم قولهم إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مزور لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 24 من مايو أيار الماضي، والذي أشعل فتيل الأزمة الخليجية. تنقل الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أيضا إن المعلومات التي تم تحليلها حديثا والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن كبار أعضاء الحكومة الإماراتية ناقشوا في 23 من مايو أيار خطة الاختراق وطريقة تنفيذها. الصحيفة تقول أيضا إنه ما يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت الإمارات قد نفذت عمليات الاختراق بنفسها أم بالتعاقد مع فريق آخر. المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن لفت الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علي بن فطيس المري في أواخر يونيو حزيران الماضي، قال فيه إن قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف الآيفون المسجلة في دول الحصار جرى استخدامها في الاختراق. الخارجية الأمريكية امتنعت عن التعليق حفاظا ربما لسير التحقيقات، فكما هو معروف فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعمل مع قطر للتحقيق في عمليات التسلل الإلكتروني. من الدوحة ينضم إلينا الكاتب والصحفي عبد العزيز آل إسحاق، مرحبا بك. بداية، كيف تفسر أحجام الخارجية الأمريكية عن التعليق على كشف تورط الإمارات في عملية القرصنة؟ لا شك أن الخارجية الأمريكية اليوم هي لا تنهى بنفسها عن هذا الخبر بقدر ما تريد أن تحافظ على شعرة الدبلوماسية التي هي الآن جزء لا يتجزأ من وساطتها مع دول الخليج، وبالتالي تأكيد هذا الخبر أو حتى المشاركة في بثه من خلال وزارة الخارجية يأتي في إطار حرص الوزارة على عدم الدخول في مثل هذه المواضيع الأمنية التي يختص بها FBI والبنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي في عدم دخولها في مثل هذا الموضوع. طيب، على الأقل في الأيام القادمة وأمام الإعلام، لكنه بالتأكيد سيكون مطروحا على طاولة تيلرسون ودول الحصار عندما يزور المنطقة خلال الفترة القادمة. طيب، كيف يمكن للدوحة أن تستفيد من هذه المعلومات الجديدة والتي تكشف هوية الجهة التي قامت بعملية الاختراق؟ الحقيقة أن الدوحة تعلم منذ اليوم الأول بأن هذا الاختراق إن لم يكن من الإمارات فأنه ممول إماراتيا، ولكنها كانت تبحث عن الدليل القاطع، وبالتالي تعاونت مع مكتب FBI الأمريكي حتى تقدم هذا الدليل للمجتمع الدولي من خلال جهة أمنية معتمدة مستقلة. اليوم يتأكد ذلك الشيء، وحتى قبل ذلك حتى عندما تعاقدت الدوحة مع FBI قامت الإمارات بنشر أخبار مضللة في مواقع مختلفة بأن هذا الاختراق من روسيا، من أوروبا، من القاهرة، لتضليل الرأي العام. لكن اليوم FBI يؤكد ذلك، الواشنطن بوست التي ينفون خبرها اليوم وهم الذين استدلوا سابقا بالكثير من أخبارها تؤكد ما سينشر وسيقدم للكثير من عواصم العالم والغرف السياسية. طيب، ما يؤكد هل يمكن برأيك لهذه التطورات أن تفتح مسارات جديدة للأزمة؟ بالتأكيد، يوما بعد يوم ينكشف أن هذه الأزمة مفبركة، وينكشف أن الدبلوماسية والعملية السياسية في دول الحصار وخاصة في السعودية والإمارات اللذان يديران هذه الأزمة ضعيفة للغاية وهشة وقائمة على الخداع والتضليل والكذب، وبالتالي كلما طال أمد هذه الأزمة كلما انكشفت أوراق أكثر وكلما ضعف الموقف الدولي لدول الحصار في مواجهة قطر، وهذا تكشف للجميع في زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة، حيث أن العالم الآن أصبح يصطف أكثر بجانب قطر مقارنة بالأيام الأولى التي كان ينظر للأزمة بأنه يقف على الحياد لينظر من
الطرف الأقوى والأكثر صدقا، واليوم هذا الصدق ينكشف للعالم، وأخشى ما أخشاه أن ينتهي العالم إلى دليل قاطع وإلى إيمان مطلق سيستمر طويلا، خاصة على المملكة العربية السعودية، بأن السياسة والدبلوماسية السعودية منذ اليوم الأول وحتى آخر يوم من الأزمة بنيت على كذب، هي علم على علم به ومشاركة فيه. شكرا لك الكاتب والصحفي عبد العزيز آل إسحاق، كنت معنا من الدوحة. اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على فلسطينيين يعتصمون منذ ساعات الظهيرة أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك احتجاجا على اشتراط إخضاعهم للتفتيش قبل دخولهم للمسجد. ودفع عناصر شرطة الاحتلال المعتصمين الفلسطينيين أمام باب الأسباط في محاولة لتفريقهم وفض اعتصامهم دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. كما اعتقلت شرطة الاحتلال شابا فلسطينيا من المعتصمين خلال المناوشات التي تلت عملية الاعتداء. يأتي ذلك فيما يواصل العشرات من المصلين اعتصامهم رفضا لاشتراط دخولهم إلى المسجد الأقصى بالمرور عبر بوابات تفتيش إلكترونية نصبتها السلطات الإسرائيلية صباح أمس أمام بابي الأسباط والمجلس. نظمت وزارة الثقافة في قطاع غزة وقفة احتجاجية للتنديد بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومدينة القدس. وقال وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي إن الاحتلال يسعى لطمس الهوية التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة ويحاول تغيير معالمها في صراع ثقافي. الشباب العربي والشباب المسلم لسنا بحاجة إلى البكاء أو التعاطف، وإنما نحن بحاجة إلى أن نفهم أن المعركة مع هذا العدو هي معركة ثقافة، وأن ما أقدم عليه إنما يندرج في إطار الصراع الحضاري بين الإسلام وغير الإسلام. قال مسؤول أمني كردي إنه متأكد بنسبة 99% من أن أبا بكر البغدادي زعيم ما يسمى الدولة الإسلامية ما زال على قيد الحياة. وأوضح لاهور الطالباني المسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب بأن البغدادي موجود جنوبي مدينة الرقة السورية، وأن التنظيم سيلجأ بعد هزيمته إلى شن حرب عصابات على غرار تنظيم القاعدة ولكن بصورة أشد عنفا. وتابع أن من المتوقع أن يكون زعماء التنظيم في المستقبل من ضباط المخابرات الذين خدموا تحت قيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذين يعود لهم فضل وضع استراتيجية التنظيم. وتأتي تصريحات المسؤول الكردي لتتطابق مع تصريحات لمسؤول في الاستخبارات العراقية قال فيها إن البغدادي لا يزال حيا وأنه موجود أو إنه موجود قرب مدينة الرقة. يقف سكان الموصل في طوابير بانتظار العبور على جسر منيرة العائم، وهو الجسر العسكري الوحيد الذي فتح أمام المدنيين للعبور بين ضفتي النهر على جانبي المدينة الأيمن والأيسر. وقد طالب سكان الموصل وخاصة في الجانب الأيمن طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بإعادة تأهيل الجسور التي دمرت أثناء المعارك من أجل تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم. شفيق عبد الجبار وتقرير من جسر منير العائم جنوبي مدينة الموصل. عبر هذا الطريق الوعر نشق طريقنا إلى جسر منيرة، الجسر العسكري المؤقت والمعبر المدني الوحيد الذي يربط ضفتي الموصل. الفوضى تعم المكان، طوابير السيارات هنا بالمئات، وكذلك العائلات والأفراد العالقين. تحاول هذه العائلات عبور الضفة الشرقية للمدينة للتوجه إلى الجانب الأيمن بعد أيام فقط من استرداده من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة والعودة التدريجية للأمن في ربوعه، لكن معاناة أهل الموصل مستمرة. والله هي معاناتنا، يعني أنتم عاد تشوفون بعينكم، يعني إذا نفوت من قرية لي قرية في سبيل نصل جسر منيرة. تأخر الجسر، يصير ازدحام السايد، يعني من يجي رون سايد واحد وما مسوينه جسر، يجي رون سايد عوائل أطفال بهدلة. مشاهد المعاناة الإنسانية جراء التجديدات الأمنية على ضفتي هذا الجسر لا تخطئها عين.
مشاكل العبور بين ضفتي الموصل قد تشكل أحد أهم الأسباب التي من شأنها تأخير عودة أهل الجانب الأيمن من المدينة، جانب شهد معارك عنيفة ويحتاج ما تبقى من قاطنيه إلى مساعدات غذائية وطبية وخدمية عاجلة. يقضي هؤلاء ساعات طويلة وشاقة للانتقال من وإلى ضفتي الموصل عبر هذا الجسر العائم، معاناة قد تطول لأسابيع أو ربما أشهر إن لم تتدارك السلطات المحلية والمركزية الوضع بإعادة تأهيل الجسور التي دمرتها الحرب، أو على الأقل نصب جسور عائمة إضافية كحلول عملية مؤقتة. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، من قرب جسر منيرة جنوب الموصل. ويبقى معنا من الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار. كيف تتعامل شفيق السلطات العراقية مع هذا الوضع الإنساني الصعب في الموصل، ولا سيما مع ارتفاع عدد السكان الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم؟ نعم جمال، أنا أتواجد الآن في القاعدة العسكرية العراقية التي تنطلق منها الوحدات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل، أو انطلقت منها الوحدات العسكرية التي استعادت من خلالها مدينة الموصل بالكامل من الجهة اليمنى. لا تبتعد هذه القاعدة العسكرية سوى بضع كيلومترات عن جنوب مدينة الموصل من الجانب الأيمن. جمال، الوضع في الجانب الأيمن مستتب، والعادة الهدوء إلى هذا الشطر الغربي بعد معارك عنيفة تم خلالها تدمير قرابة 90% من البنى التحتية لهذه المدينة من الجانب الغربي كما أسلفت جمال. هنالك أسر عادت إلى بيوتها التي لم تهدم جراء هذه المعارك التي حدثت في الأيام الماضية، وعادت الحياة تدريجيا إلى بعض الأحياء خاصة الغربية منها، المأمون، المنصور، حي التنك، وأجزاء من المدينة القديمة خاصة في حي العقيدات، حيث رصدنا عودة العائلات إلى تلك المنطقة وبدء عملية تنظيف وتمشيط وتخليص المنطقة من المقذوفات، المنازل المفخخة، والفرق الهندسية بدأت تعمل لتنظيف، طبعا الفرق الهندسية التابعة للقوات العسكرية العراقية بدأت بنزع المقذوفات والعبوات الناسفة وتخليص الأهالي من يعني المتفجرات. أود الإشارة إلى أن يعني صعوبة البقاء أو العيش في المدينة لا يزال قائما، حيث لا كهرباء، لا ماء، لا توجد خدمات، لا توجد خدمات صحية، هنالك أوضاع إنسانية يعني مأساوية يعيشها هذا الجانب، يعني سكان هذا الجانب الأيمن من الموصل، ولكن يعني يستعيد عافيته بالتدريج. شكرا. بينما تستعد القوات العسكرية للانسحاب من هذا الجانب باتجاه يعني الجنوب، ومن ثم الاستعداد إلى معركة أخرى بحسب القيادات الميدانية التي أبلغتنا هذا الشيء. هنالك لاستعداد عسكرية لانطلاق إلى تل عفر أو قريبا من تل عفر حيث تتمركز القوات العراقية. جمال، يعني بينما تستعد مدينة الموصل يعني لاحتضان. شكرا لك شفيق، والعودة إلى نعم جمال. شكرا لك شفيق عبد الجبار، حدثتنا من الموصل. قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن مدى الحياة على جندي أدين بقتل 3 مدربين عسكريين أمريكيين عند بوابة قاعدة جوية كبيرة قبل بضعة أشهر. وأسندت النيابة العسكرية للمتهم معارك التوائها 3 تهم هي القتل العمد والإساءة لسمعة الجيش ومخالفة الأوامر العسكرية، فيما قال محامي الدفاع إن الحكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف العسكرية. وتعود القضية إلى تشرين 2 نوفمبر الماضي، حين حاولت سيارة مدربين أمريكيين دخول قاعدة الملك فيصل الجوية في مدينة الجفر جنوبي الأردن، ما أدى إلى نشوب تبادل لإطلاق النار مع حرس القاعدة الجوية. بدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أول جلسة موسعة لإجراءات الانفصال السريع، إذ يسعى كلا الجانبين إلى تحقيق إنجاز سريع لفك الروابط التي جمعتهما على مدى عقود.
وأكد ديفيد ديفيس وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية الدورة التي تعقد على مدى 4 أيام، أكد على أهمية إحراز تقدم جيد خلال الاجتماعات. ومن المقرر أن تركز محادثات هذا الأسبوع على حقوق المواطنين في كلا الجانبين في مرحلة ما بعد البريكسيت، والفاتورة أيضا التي ستدفعها بريطانيا للوفاء بالتزاماتها القائمة، ومسألة الحدود في أيرلندا ومحكمة العدل الأوروبية. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن حكومته قدمت عرضا جديا للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين، مشيرا إلى أن على المفوضين النظر في العرض بالروح التي يستحقها. ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. لبيب، هل يتوقع أن يلتقي الطرفان حول أرضية تفاهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش؟ ربما جمال، هو ما يتمناه الطرفان هو أن يكون هناك حد أدنى من التوافق منذ اليوم الأول من الجولة الثانية. لكن على إذا انطلقنا من الندوة الصحفية التي عقدها ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فهناك فجوة فيما يتعلق بالمفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في الملف الأول فيما يتعلق بحقوق المواطنين. كما قلت في المقدمة، فهناك عرض من قبل بريطانيا، لكن الاتحاد الأوروبي قد قدم مجموعة من الانتقادات لهذا العرض، بحيث أنه لا يمنح مجموعة من الامتيازات للقاطنين الأوروبيين في بريطانيا، وأنه يترك محكمة لندن الوحيدة التي تقرر في مآل هؤلاء المواطنين، بينما يطلب الاتحاد الأوروبي بأن تكون محكمة العدل الأوروبية هي الفصل فيما يتعلق بهذه القرارات. إذا كانت الفجوة واسعة، فإن التمنيات الكثيرين في المشاركين في هذه الجولة هو أن يحاولوا سد هذه الفجوة نوعا ما هذا الأسبوع، وهي الجولة الثانية فقط من بين جولات أخرى، لأن هذه المفاوضات ستدوم على الأقل سنتين، وبالتالي فإن النقاط الثلاثة الأولى المطروحة اليوم على جدول الأعمال كما قلت هي المواطنين القاطنين في بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي، و ملف النفقات المالية أو الفاتورة المالية التي على لندن أن تدفعها، والنقطة الثالثة فيما يتعلق بحدود الاتحاد الأوروبي أي موقع إيرلندا، وبالتالي فهناك ستكون مفاوضات شادة وحاسمة. شكرا لك لبيب فهمي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بروكسل. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مقتل شخص وإصابة 50 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن المصرية خلال حملة إزالة مبان بجزيرة الوراق. أهلا بكم من جديد. أسفرت مواجهات بين قوات الشرطة المصرية وسكان جزيرة الوراق بنهر النيل بالقاهرة عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات. وقالت الداخلية المصرية أن 37 عنصرا من قوات الشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت أثناء محاولة قوات الأمن إزالة مبان أقيمت بشكل غير قانوني. قلت له في جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون مفروض ما يبقاش في حد موجود عليه، مش كده ولا ايه؟ يا اما محميات يا اما مش مسموح ان يبقى حد موجود عليه. لم يذكر اسمها، لكنها اليوم باتت معروفة للجميع. الوراق جزيرة في نهر النيل بالقاهرة، شنت الحكومة حملة لإزالة العشوائية فيها، وتحديدا 64 بيتا مقاما على أرض زراعية مملوكة للدولة. هذه رواية الحكومة، أما الأهالي فليس لهم سوى رواية واحدة تقول إنهم يسكنون في هذه الأرض منذ زمن بعيد. البيوت دي بيوتنا وأرضنا وأرض جدودنا، مش عايشين فيها بقالنا يوم ولا سنة، احنا بقالنا سنين طلعنا لنا جدودنا موجودين هنا، دلوقتي بقت أرض محمية طبيعية. هم عايزين يعملوا الكلام ده كله، عايزين يهدوا البيوت دي ويشردوا الناس دي كلها من أجل السياحة. الحملة أسفرت عن مقتل مواطن تم تشييعه وسط حالة من الحزن والغضب، بالإضافة لإصابة العشرات. احنا غلابة، احنا عايزين نعيش وناكل عيش بس، الحكومة بتاعتنا واحنا بتوعنا. احنا مش غلابة، احنا هنموت فيها، احنا هنموت فيها، احنا مش غلابة، احنا هنموت فيها. الراجل اللي مات ده ملوش اي حاجة في البلد.
حتى الأطفال لم يسلموا هنا، بل فوجئوا مع الكبار باقتحام الشرطة للبيوت وإلقاء الغاز المسيل للدموع في حملة بدأت حتى من دون سابق إنذار كما يؤكد أهالي الورق. اما دي تتضرب على عيال صغيره عندها سنه ونص وحريم، احنا الكبار ممكن نقدر نستحمل ريحتها، اما اطفال صغيره ما يرضاش ربنا. وزارة الداخلية المصرية من جانبها أكدت في بيان أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 8 ضباط بينهم لواءان و29 شرطيا ومجندا بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. طلبت الحكومة التركية من البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز الماضي، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية. وينتظر أن يناقش البرلمان في وقت لاحق اليوم طلب الحكومة، وفي حال إقراره سيتم تمديد حالة الطوارئ اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وكان البرلمان التركي قد وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء، وأعلن وقتها الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي الذي يتزعمه فتح لاجولن. الآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية عن تسيير الخطوط الجوية القطرية 3 رحلات أسبوعيا بين مطاري الدوحة وصحار شمالي سلطنة عمان. وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءا من 8 من الشهر المقبل، وتأتي هذه الخطط التوسعية للخطوط القطرية ضمن خطواتها لمواجهة الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل نحو شهر ونصف الشهر، والذي شمل إغلاق الأجواء والموانئ والحدود البرية مع الدوحة. نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، وذلك بنحو 2 ملياري دولار. وكان صندوق النقد قد اتفق على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عموم البلاد بنسبة 6.9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ نحو 38 تريليون يوان أي قرابة 5.62 تريليون دولار أمريكي. وتباطأت وتيرة النمو في الصين مع تراجع سعر صرف عملتها المحلية وتباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي وسط جهود لراسمي السياسات الاقتصادية لاستغلال تراجع اليوان لتعزيز الصادرات. ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، وذلك بعد تقلص فرص إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي. وارتفع السعر الفوري للذهب صباح اليوم بنسبة 0.2% ليبلغ 1230 دولارا و43 سنتا للأوقية، كما زادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس آب بنسبة 0.2%. تطمح تركيا إلى رفع صادراتها في قطاع السيارات إلى 27 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. وقال مسؤول في القطاع إن إنتاج تركيا من السيارات وقطاع غيار السيارات ارتفع بمعدل 20% في النصف الأول من 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن قطاع السيارات يواصل صعوده في تركيا عاما بعد عام. من الاقتصاد إلى الرياضة وأهم أخبار الدوريات العربية والعالمية.
نفت صحيفة ذي اللوكل السويسرية مسؤوليتها عن الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام عربية وأجنبية أن 6 دول عربية تقدمت بعريضة إلى الفيفا تطالب فيها بأن يلغي الاتحاد قراره تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022. وأوضح نائب رئيس تحرير صحيفة ذي اللوكل أن الخبر الكاذب نشر في موقع مزور، وأكد أن الصحيفة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالخبر ولا تتحمل أي مسؤوليات قانونية بخصوصه. حقق سائق سيارات الفورمولا 1 الكهربائية سام بيرد فوزه الثاني على التوالي خلال أسبوع بعد أن حقق المركز الأول في سباق نيويورك نهاية الأسبوع. ولم تكن بداية السائق البريطاني اليافع موفقة، إذ تجاوزه المتسابق المتمرس فيليكس روزينكفيست في المنحنى الأول، لكن بيرد استطاع تجاوز منافسه بعد عدة منحنيات وحافظ على الصدارة حتى نهاية السباق. أبهر العداء الكندي أندري ديغراس محبي ألعاب الكوا بفوز سهل في سباق 200 متر في مدينة الرباط المغربية ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، ويرجح المراقبون أن يفوز ديغراس بالميدالية الذهبية في مسافة 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن هذا الصيف. يشارك المئات من العدائين المحترفين والهواة في سباق التحمل المكسيكي المعروف أيضا باسم الماراثون المستحيل، والذي ينظم في وادي سيارا تاراومارا حيث يمتد لمسافة 100 كيلومتر. والسباق في الأصل أحد عادات قبائل تاراومارا وينظم سنويا بمناسبة جني الحصاد. وننوه مشاهدين بهذا الخبر العاجل الذي تشاهدونه على الشاشة، حيث قالت قطر إن اختراق وكالة الأنباء القطرية من طرف دولة خليجية يعد انتهاكا وخرقا صارخا للقانون الدولي. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.